الرئيس الأسبق محمد مرسي اللي اسمه بيتشابه مع اسم والدك، عامل لك مشاكل هذا الموضوع؟ لا يعني عامل لي مشاكل نفسيه بس اكتر بينك وبين نفسك بهالحاله. ايوه يعني اول ما بدي حد البطاقه بعد اقول له من غير ما تفتح بقك، يعني مش عاوزه اسمع ولا كلمه، مش عاوزه اسمع ولا كلمه يعني.